أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الهدف من قانون التصالح هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر حضاري ومستقر، وخاصة في المدن الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة لمتابعة إجراءات تطبيق القانون رقم 187 لعام 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع واللائحة التنفيذية لها، حيث أوضح وزير الإسكان أن القانون يهدف لاستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها وتخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة، بما يتيح الفرصة لتوجيه الجهود في تنفيذ المشروعات التنموية ويوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة. هذا وجه وزير الإسكان بمضاعفة الجهود المبذولة لتعريف المواطنين بأهمية التقدم بطلبات للتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها لتحفيز المواطن وتحقيق هدف القانون بضبط وحوكمة منظومة العمران.